مرحبا بكم، معكم مدام سميحة. اليوم سنشوفوا مع بعضنا الجورنال. الجورنال هو un document décrit toutes les opérations effectuées dans un ordre chronologique. أي حاجة تدخل ولا تخرج للانتربريز لي بلي شيفر تتسجل في الجورنال. dans un ordre chronologique يعني كل نهار ونهار وكل دات كل يوم شنو صار في وسط السوسيتي. alors الجورنال يخضع لنورم انترناسيونال فورم نتاعو هكايا. اول حاجه نبداو بالدات دوبيراسيون، الكولون اللي نحطو فيه النيميرو دو كونت دي بي، النوم دو كونت دي بي، وي المونطون دو كونت دي بي. الكولون الثاني نيميرو دو كونت كريدي، النوم دو كونت كريدي، وديما نبداوه من هنا ما نبداوش من اول السطر، والمونطون دو كونت كريدي. توجور يلزم يكون فما ليكيليبر اونتر الدي بي والكريدي، بالملي قد الدي بي قد الكريدي. ولي بيلي دوبيراسيون نحطو فيها شنية الأوبيراسيون اللي عملتها. alors achat de marchandises facture numéro كذا شيك numéro كذا alors le pièce justificatif اللي انت خدمت بيها. شنو نسجلو فيه الجورنال؟ نسجلو فيه toutes les opérations مي يزم يكون فما justifier. قلنا الفاكتور هي pièce justificatif نعتمدو عليها في الكونتابيليتي. عليك اش نشوفو كيفاش نخدموها وبعد كيفاش نسجلوها. اول حاجه الفاكتور فيها دو بارتي، فيها اون تيت او كور. في لونتيت نلقاو اسم الفورنيسور، نلقى فيها دلتا انفو الفورنيسور، واش تمشي للكليون انفورماتيكس. توجور الفورنيسور يكون اسمه من جهه هذيه والكليون يكون من جهه هذيه. الوغ يزم كي تاخو فاكتور تعرف هي شي لاشوتور او شي لو فوندور. كان انت تخدم مع دلتا انفو باش تسجلها فاكتور دو فوند، وكان نخدمو مع انفورماتيكس باش نسجلوها فاكتور دشا. كل فاكتور لازم يكون فيها نيميرو ودات بالطبيعه، والفورنيسور ماتريكول فيسكال نتاعو. في الكور شنو نلقاو؟ لنا لي زارتيكل نتاعنا، الكود دارتيكل، ديزينياسيون، الكونتيتي، لي بري يونيتير والمونطون. باش نحسبو مع بعضنا الفاكتور، عندنا كونتيتي فوا بري يونيتير يعطينا المونطون. هنا عندنا 1450. بوي لارتيكل الثاني ديسك دور 5 جيجا، الوغ الكونتيتي 20 كونتيتي فوا بري شطاطينا 2040. بوي تروازيام ارتيكل 600، الوغ 675. التوتال متاع لي زارتيكل شطينا المونطون بروت ايكال 4165. شي عملنا الرميز 10%. الرميز سي ان ريدكسيون كوميرسيال. كيفاش نحسبوه الرميز؟ ناخذ المونطون بروت 4165 × 10 سور 100، شي يجينا 416 500. النيت كوميرسيال سي المونطون بروت موا الرميز ايغال نيت كوميرسيال. لو ريدكسيون كوميرسيال هما لي تروا زير، الرميز والغابي والغستور. ديما بعدهم نلقاو نيت كوميرسيال. هنا النيت كوميرسيال جينا 3748.5. بوي عندنا ريدكسيون فينونسيير اللي هي ليسكونت. كي العادة كيفاش نحسب ليسكونت؟ ناخد المونطون نتاع النيت كوميرسيال و التو سور 100، شي جينا 74.970. ديما ناخدو تلاف عديد بعد الفاصل. النيت فينونسيير هي النيت كوميرسيال موان ليسكونت ايغال النيت فينونسيير. عطينا 36.3673.530. اخر حاجة التيفيا. الوغ التيفيا هي ماجوراسيون زيادة، ديما نزيدوها للاخر ريدكسيون. كيفاش نحسبو التيفيا؟ هي المونطون نتاع النيت فينونسيير ديما تتحسب من اللي قبلها فوا 19 سور 100. الوغ شتجينا تيفيا 697.970. اخر حاجة النيت ابي. الوغ بالنسبة للتيفيا لي تو دو تيفيا عندنا 7 و 13 و 19، هذوما لي تو اللي تو نخدمو بيهم. وكان الاكزامان تاعك باللي تو القدم اللي هما 12 و 7 و 18 تخدم باللي تو اللي يعطيهم لك في الاكزرسيس. ديما الفاكتور زيادة باش تكون ليغال في البراتيك لازم نزيدو عليها دروا دو تامبر ان دينار. تويكا باش نطلع النيت ابي. النيت ابي شنحسب من النيت فينونسيير؟
حق السلعة بعد آخر تخفيض ومعها التيفيا، باش يعطينا النيت أبيي 4371.500. هذا النيت أبيي. لهنا الفاكتور متاعنا كملناها، وديما يكون نورمالمون المونطون نكتبوه اون ليتر. شو نتعديو نشوفو كيفاش نسجلوها. شي لاشوتور اللي هو انفورماتيكس اللي هو الكليون، بوي شي الفوندور اللي هو دلتا انفو، شي الكونتابيليتي دو دلتا انفو. نسجل الفاكتور باش نبداو في الجورنال شي لا كونتابيليتي دو سوسيتي انفورماتيكس اللي هي الكليون. الوغ اول حاجه نبداو بالدات، دات دو فاكتور اللي هو لو 19/4/2023. الوغ خليناه من هنا، هذه هي دات دو فاكتور. في سوسيتي انفورماتيكس باش تشري سلعة، الوغ باش تدخل سلعة، الوغ هي كليون، باش ندخلو سلعة قيمتها 600، باش ندخلو سلعة الكود نتاعها 607، اشا دو مارشانديز. Alors, l'achat de marchandises, toujours, nous sajlouha bit dernier net commercial. Le remise ou le rabais ou le retourne, mais il sajlouche qui bdeu fil facture mère. Alors, n'a chou dernier net commercial. Elle est où al prima tau? 3748.500. ديما مربوط بالاشا دو مارشانديز كونط الخاص بالتيفيا. الوغ هذا حق السلعه نتاعي، مي باش نخلص اداء للدوله اللي هي قيمتها 697 دينار. هذه سيتان امبو انديريكت. الوغ شنو نقيدو في الكونط 43 66، ايتا هي الدوله ديما على فان اس، تيفيا دو ديكتيب. Alors, du déductible, fa'atha. Dima ma'a le classis, TVA du déductible. Je n'hop fiha le montant de TVA. Li huwa 697.970. Bien, le contrepartie. L'escompte hedaya, ena. Je n'khallas bil-hadr, alayka je n'irbah produit financier. Li yitsamma produit financier. L'escompte dima yitsajja. Alors, في الأشا نسجلوه في كونت 755 إسكونت أوبتوني. ألوغ إسكونت أوبتوني يعني خديت إسكونت قيمتو 74 دينار، سي تان برودوي فينانسيير 970. بيان، بعد نشوف الريغلومون كيفاش يكون. قال لي هنا باغ شيك بانكير. الوغ كي يبدا باغ شيك بانكير نجي نحطو 532 بنك، باش يخرجو فلوس من البنك عليك البنك في الكريدي. بالنيت ابيي توجور، بالنيت ابيي باش يمشي للفورنيسور. وكي تبدا انت يقولك اسبيس، الوغ معنيش كونت اسمه اسبيس، عنا كونت اسمه كيسة. كي يبدا الريغلومون اون اسبيس نحطو كيس، وكي يبدا الريغلومون اكريدي الوغ شكون شي كاردين هنا، شي يولي نحطو فورنيسور ديكسبلواتاسيون. هذوما لي تخوا مود دو بايمون، يا اسبيس كيسة، شيك بانك، اكريدي فورنيسور ديكسبلواتاسيون. وفي اللوطة هنا في الاخر شنو نحطو لي بيلي. الوغ لي بيلي نحط فاكتور اشا مارشانديز، اشا مارشانديز، فاكتور نيميرو 033. Donc on a cassé l'opération عندي بالنسبة للانتربريز انفورماتيكس. توي كاش نسجلو مع بعضنا الفاكتور هذيا، ميم فاكتور مي شي الفورنيسور اللي هو داتا انفو. الوغ شي داتا انفو باش نجيو هنا في الجورنال، دات دو فاكتور لو 19/04/2023. كل فاتورة يسجلها لاشوتور والفوندور. انت يزمك تشوف روحك مع شكون تخدم، مع لاشوتور شي سوسيتي دلتا انفو ولا شي سوسيتي انفورماتيكس. الوغ دلتا انفو شتبيع سلعة،
عندها vente de marchandises شنجي هنا نحط كونت 707 alors vente marchandises المونطون تاعو toujours dernier net commercial كيف كيف ما ناخذش الغميز والغابي ولا الغستو الوغ 3 ملايين و 400 و 84 فاصل 500 بيان ديما مع الفون دو مارشانديز الكونت متاع التيفيا يولي اسمه ايتا تيفيا كولكتي 43 67 الكود متاعو الوغ ايتا ديما الكونت كريدي نبداوه في نص السطر تيفيا كولكتي الوغ شنحطو فيها المونطون دو تيفيا اللي هو 697.970 الكونتر بارتي متاعو شيكون شنقيدو ساعة ليسكونت اللي هو الكود متاعو 654 ليسكونت هنا شارج علاش انا شنبيع السلعة وش نطيح 74 دينار باش ندخل الفلوس كونطون على قلنا ليسكونت نعملوه في دو كا سوا باش تخلص قبل ليشيونس اللي احنا متفاهمين فيه ولا باش تخلص بالحاضر الوغ بالنسبة ليا سي تان شارج شارج فينونسيغ يتحط في كونت اسكونت اكوردي الوغ المونطون تاع ليسكونت كي العادة اللي هو 74.970 بوي الريغلومون كيف كيف شيكون يي بار شيك شنو نحطو هنا 532 بنك يي شيكون اسبيس الوغ شي يولي كيسه في عوض البنكة ولا شيكون اكريدي الوغ كي يقول لنا اكريدي سيتادير شكون شنكارديو شنكارديو لي كليون الوغ في الدي بي يولي الكونت اسمه كليون توجور لازم نطبقوا البرانسيب دو بارتي دوبل لازم قد الدي بي قد الكريدي بالمليم باش تفيريفي روحك تجمع التوتال دي بي والتوتال كريدي كان فما فرق حتى بمليم راك غلط لازمك تصلح الجورنال نتاعك واللي بيلي هي لوبيراسيون تاعنا فونت مارشانديز فاكتور نيميرو 033 وكي نكونو سجلنا الفاكتور متاعنا الوغ لو برينسيپ هذا يمشي على لو جورنال بصفة عامة كاين فاكتور داشا اش تحط كلاس 6 و تيفيا دو ديكتيبل و الريغلمون باش و كاين كلاس 7 الفونت شو تحط فونت مارشانديز تيفيا كولكتي و في الديبي سوا الريغلمون بانكا ولا كيسا ولا كليون الوغ ديما لي كونط اللي نحلوهم هذوما سولون لو بلان كونتابل الوغ مش من مخنا مش يقول لي مثلا اشا مارشاندي اشا ماتيغ بروميير نحط له مارشانديز اشا ماتيغ بروميير 601 اشا نو اشا ستوكي ماتيغ بروميير فورنيتور لي الوغ ديما نكونوا مربوطين بالبلان كونتابل الوغ ميرسي وان شاء الله المره الجايه نعملوا اكزرسيس نتاع جورنال كيما اللي موجودين في لي دوفوار